لا حقوق إنسان في لبنان. للأسف نحن كصحفيين وكإعلاميين نتعرض ما نتعرض له من اعتداءات لفظية وجسدية وتهديد ووعيد بسبب نقلنا للحقيقة، وأيضا يعني كشف أمور كثيرة في لبنان. يعني ما بدنا ننسى بالسابق تعرضت لحملة تخوين وحملة يعني تهديد واعتداء جسدي ب 2018، رجع ب 2019 من مجموعات قوى أمر واقع، وأيضا من مجموعات يعني تتحكم في لبنان. وأيضا في بداية الثورة في مدينة صيدا كنت عم نقل لإحدى القنوات الخليجية، ومعروف أنا بموقفي الثابت بعروبة لبنان وأيضا بعمقي العربي، تعرضت كمان لتهديد أمام الجامعة اللبنانية بسبب نقلي للأحداث بين بداية الثورة، ثورة 17 تشرين، وكمان كل هذا الاعتداءات موثقة في مؤسسات تعني بأمور الصحفيين والإعلاميين وحقوق الإنسان. للأسف أمس على طريق المطار تعترضني، أمس على طريق المطار في مدينة بيروت تعترضني موتويات، 2 عدد من الموتويات الموتوسيكلات، وعليهم طبعا أشخاص، 3 أشخاص، وفي منهم كان واحد مسلح بفرد، بلش بشتائم وكسروا علي على السيارة ووقفوني بشتائم وبتهديد بوعيد بسبب نقلي الحقيقة. اللي بدي اقول مش هوقف على هذا الموضوع، لانه نحن في لبنان في ازمه اقتصاديه، بس بدي اقول الله خير الحافظين، وسوف نستمر رغم التهديدات والوعيد للصحفيين وللاعلاميين، وسوف نستمر في قول الحقيقه، وسوف نسمي الاشياء باسمائها، وسوف نقول انه هذا العهد عهد فاشل، وسوف نقول يوجد هيمنه على لبنان ويوجد سلاح غير شرعي، وسوف نثبت على مواقفنا ونقل كل الحقيقه ونؤكد على عمقنا العربي هو المملكه العربيه السعوديه.